لو الحكايه فيها ان فيتو فكرة الدراما المصرية سواء فيلم أو مسلسل. فيلم محمد رمضان شد أجزاء لما كان الناس اللي تخليني تهجموا على بيته مثبتينه وهو شد منهم المسدس ضربهم بالنار وضرب واحد في رجله لما مراته جاية تضربه لما مراته جاية تجري عليه راحت ضربت بالنار هي كمان. مش فاكر اسم المسلسل بالظبط بس في الآخر كان هو راح إسرائيل تقريبا وكان ممكن يقدر يرجع وما رجعش وبعد كده موت نفسه تقريبا في المسيد تقريبا مش فاكر اسمه كان العميل 1001 حاجه زي كده تقريبا. فيلم الهرم الرابع في اخر الفيلم لما هو لما كان بيعمل هي حاجه مش كويسه يعني من ناحيه القانون بس الناس لما عرفها ان هو كان بهدفه المنفعه العامه يعني داروه من الحكومه من الناس اللي كانت عايزه تقتله وكده بس يعني. فيلم ضد الحكومه للفنان احمد زكي كان في مشهد في محكمة كان حادث حصل مع حادث أتوبيس لأطفال فكان من ضمن الأطفال ده ابنه فكان بحاول بيجيب حق الأطفال دي. فيلم سلام يا صاحبي المشهد اللي أثر فيه اللي هو يعني رغم يعني هو صاحبه كل حاجة ولما مات ما سابش حقه وقتل يعني كل اللي هو العصابة اللي في الفيلم عشان حقه يرجع له. فيلم النصر صلاح الدين المشهد بتاع ريتشارد قلب الأسد لما بيقول لهم هل سمعتم من قبل عن رجل خدع ريتشارد كان هو جمع الملوك ملوك أوروبا وكده فعشان المشهد ده أو الجملة دي هو قالها عشان كان في حاجة حصلت قبل كده حاجة فيها خيانة حاجة فيها الحلفاء اللي كانوا معاه كانوا عايزين يعملوا خرق للهدنة. المشهد بتاع المحمود المليجي ده مشهد عظيم إن الناس بتدافع عن الأرض عشان تعيش وبتكافح وناس يعني عايزة تعيش في بلدها مش عايزة أرضها تتاخد كان مشهد عظيم يعني.